وبعدين ممكن ما تصعبيش عليه خالص خالص، يولع فيا. قلت له في مشهد، قلت له مش همثل يعني، مش داخل، بيرميني في نار، عاملين حلقه نار كده، وانا المفروض اخش اجيب الراجل اسمه كان سمير العصفوري، كان الاستاذ سمير العصفوري داخل بيولع في نفسه ومش عارف، راح مولع وعايزني اخش. انا مش قادر، النار عند الكنبه كده، مش عارف اقرب اكتر من كده. طب اعدي ازاي؟ هموت. قلت له، فرحت قاعد معيط في الارض. جت ليلى علو قالت لي ما تضايقش نفسك، وهو راح باصص لي كده اللي هو ما نجحتش العمليه يعني. خلاص هو كان عايزني بقى اغتيال محمد فؤاد مش نافع. والله يعني اعدي فاولع فيروح مطفيني ويبقى طبيعي. قلت له لا بص يا استاذ، يعني انا بحبك قوي، انما انا عندي اب وعندي ام وعندي اخوات وعندي يعني في ناس عايزيني، انت ليه بتعمل كده معايا؟ قال لي انت جبان. قلت له لا والله العظيم ما جبان، او بعيط والله العظيم قاعد على الرصيف بعيط. قلت له انا مش جبان. قلت له مين، هات لي حد يعدي ال ال المهم. قال لي وطي له النار شويه، وطوا النار بقى بس، عملوا لي فتحه كده اللي هو عدي، ما حدش يقدر يقرب ناحيتها.